إذن مشاهدينا مباشرة ننتقل بكم لمحور الصباح، فقرتنا التالية. طبعا مشاهدينا بمحورنا لهذا اليوم يشرفنا أن نستضيف الدكتور علاء الحسونة الذي يمتلك سيرة ذاتية مشرفة للعراقيين وحتى العرب في مجال الطب. من أبرز إنجازاته أنه قام بنشر أكثر من 100 مقال علمي ومن ضمنها دراسات رصينة نشرت في مجلات عالمية مرموقة مثل المجلة الجراحية البريطانية، وتدرج في مناصب البحث العلمي حتى وصل إلى رئاسة لجنة الدراسات في الجمعية الأوروبية لجراحي القولون والمستقيم، وكذلك الجمعية الأوروبية لجراحة ومعالجة أمراض والتهابات الأمعاء المزمنة، وهو بذلك أول طبيب عربي ودنماركي يحصل على هذين المنصبين المرموقين في هذه المنظمات الدولية. واليوم أكيد لابد أنه ننتهز الفرصة للحديث عن بداياته في مجال الطب، وأكيد لكثرة المصابين بالقولون العصبي المزمن. طبعا أكيد دكتور علاء يسعد صباحك ونورتنا. صباح الخير دكتور. صباح الخير، شكرا لك على هذه الفرصة للتحدث إلى الجمهور. احنا نشكر وجودك ويانا اليوم ببرنامج يوم جديد. دكتور علاء، قبل ما نتحدث عن حالة القولون المزمن وكل هذه التفاصيل، أريد منك أنت بطريقتك الخاصة. أعتقد يمكن فقدنا الاتصال مع الدكتور. دكتور تسمعني؟ تمام. أريد منك دكتور يعني بداية، قبل ما نتحدث عن حالة القولون المزمن وكل هذه التفاصيل، نتحدث بكل الإنجازات أكيد يعني حضرتك ولديك سيرة ذاتية مشرفة مليئة بالإنجازات، لكن خبرنا هل هي نتيجة شغف بمجال الطب أم التقاء الفرص هذه اللي كانت مع شخص مستعد لأخذها؟ يعني أريد أعرف من عندك هذا الموضوع كان شغف لو هو كان التقاء الفرص مع شخص آخر. نعم، هو أهم شيء في الحياة لكل إنسان هدف، وعندما يكون للإنسان هدف يتحرك باتجاه هذا الهدف. بعدين راح تبقى التفاصيل الأخرى، إنه هل تتوفر الفرص وهل القابلية موجودة؟ إذا القابلية موجودة فلا بد أن تتوفر الفرص. الفرص يعني تتوفر لكل الناس. المهم هو أن يكون الهدف وأن يكون اختيار الهدف صحيح. فأعتقد هذا الوجود إنه هدف واضح هو كان أهم سبب جعلني أتقدم بهذا الشكل. حلو. طيب دكتور علاء، برأيك ما هو أعظم إنجاز طبي حققته بمسيرتك وحقق لك نقلة نوعية بحياتك المهنية؟ قبل سنتين أسسنا منظمة البحث العلمي المفتوح، وهي منظمة تعتمد على إنشاء طرق جديدة للبحث العلمي. وهذا كان أكبر إنجاز حققته في حياتي، وأتمنى أن أتمكن من دفع هذا الإنجاز أكثر، لأنه نحاول تطوير طرق جديدة للبحث العلمي باستخدام الذكاء الاصطناعي مثلاً، وباستخدام تقنيات المعلومات المتطورة، وهذا شيء جديد في العالم بشكل عام. حلو. حلو. طيب. دكتور علاء، من خلال اطلاعنا على مسيرتك المهنية نلاحظ أنه لك حب لتقديم المساعدات الصحية ببلدان تعتبر اليوم فقيرة، شلون هنا أنا قدرت أنه تحقق هذا الأمر مع كثرة التزاماتك الطبية؟ نعود عودا على بدء، إذا الهدف كان واضح فهو هذا الهدف كان من البداية أنه تتعلم لتنفع الناس. تمام. أو خير الناس انفعهم للناس. فنتمنى من الله سبحانه وتعالى أن نوفق لنفع الناس، وهذا أهم شيء. ولذلك نركز الآن على تطوير البحث العلمي في هذه الدول، لأننا نعتقد هناك كفاءات وهناك إمكانيات. ما نحتاج له هو الخبرات لتطوير هذه الكفاءات والإمكانيات. طيب دكتور علاء، بكل صراحة هل حضرتك متابع الوضع الطبي بالعراق الآن أو بهذه الفترة؟ بالإضافة حابين نعرف من حضرتك شنو تقييمك إليه، هل هو على المسار الصحيح ومتطور أم هو محتاج لتعديل المسار؟ حقيقة سؤال صعب الإجابة عنه بشكل قصير، لكنه أعتقد رغم ما يبدو من الوضع الصحي أنه لا يماج ولا يواكب الوضع الصحي في العالم وتطور العلاج في العالم، لكن أعتقد هناك فرص لتوفير علاج بمستوى متطور إذا تعاون القطاع الخاص
مع الخبرات المتراكمة لدى العراقيين المغتربين يمكن تقديم علاج بحيث لا يحتاج المواطن إلى السفر إلى دول أخرى صحيح البحث عنه. حلو فعلا. هنا دكتور خلينا ننتقل وياك للحديث عن حالة اليوم أصبحت حتى تشكل ضغط نفسي للمصابين بها، وهي حالة القولون أو مرض القولون المزمن. أريد أعرف منك شنو التهاب القولون المزمن دكتور أو التقرحي، وهل هو مرحلة متقدمة من مرض القولون المتعارف عليه أم يختلف عنه؟ مرض القولون العصبي أو القولون المزمن هو اضطرابات في الجهاز الهضمي تتسبب بشكل أساسي بالاضطرابات النفسية، تتأثر بالاضطرابات النفسية وهو له أسباب كثيرة. طبعا السبب الأول أنه يجب أن تكون هناك بنية يعني جينية أو وراثية لهذا، يعني السبب ليس كل الناس يحصل لها هذا الشيء. السبب الثاني هو طبيعة الطعام وطبيعة الحياة، أيضا الحياة اللي ليس فيها حركة كثيرة تسبب نسبة عالية من الإصابة بهذا المرض. وهناك أسباب. أما سؤالك عن أنه كونه يسبب السرطان في المستقبل، لا توجد دراسات تشير إلى هذا، لكنه بالتأكيد وجود حالة التهاب مزمن في الأمعاء يوفر البيئة لأمراض أخرى، قد تكون هذه الأمراض الأخرى مسببة لسرطانات القولون. ممتاز. طيب دكتور حابين نعرف من حضرتك شنو الفرق بين التهاب القولون المزمن التقرحي ومرض كرون إن صحة التسمية، شنو الفرق بيناتهم؟ نعم سؤال جيد. طيب المرض القولون العصبي هو اضطرابات هضمية. نعم. عندما نعمل النافور لا نجد شيء، هناك اضطرابات هضمية لكن لا يوجد شيء محدد بالنافور. عندما نعمل التشخيص بالمفراز مثلا او الطرق التشخيصيه الاشعه الحديثه مثل الرنين المغناطيسي لا نجد شيء في الامعاء. طيب. عندما يكون هناك المرض هو القولون العصبي. نعم. لانه هي اضطرابات، مجرد اضطرابات. صحيح. بالنسبه لمرض الكرون لا، الكرون اي مرض هي التقرحات في الامعاء، فيه تغييرات في الامعاء، وهو مرض معقد. وفي التهابات في جهاز المناعة كله يتحول إلى جهاز مناعة مضاد للجسم. طيب دكتور شنو هي أعراض مرض كرون؟ يعني المريض شنو يحس إذا كان مصاب به؟ أولا الإسهال، حالات إسهال كثيرة، وقد يكون مع الإسهال هناك إسهال دموي. أوكي. ثانيا أوجاع في البطن. ثالثا قد تكون هناك اعراض اخرى خارج القولون، مثلا التهابات مفاصل، التهابات في العيون والى اخره. والتشخيص لابد ان يكون باجراء النافور حتى يتم التشخيص. طيب هنا على طاري التشخيص دكتور، هل من الصعب تشخيص التهاب القولون التقرحي؟ يعني اريد اعرف منك انه صعب ام له اعراض واضحه ممكن انه تكون اعراض ظاهره للشخص؟ هناك طبعا ادوات وهناك انواع مختلفه من الادوات التشخيصيه التي نستعملها لتشخيص الاضطرابات الهضميه وكذلك لتفريقها، وهذا اهم شيء هو ان نفرق بين هذه الاضطرابات الهضميه او القولون العصبي ومرض الكرون. نعم. ويتم هذا بالنافور وبالرنين المغناطيسي وبعض الاجهزه، اختبارات للدم وبعض الاختبارات للخروج. التشخيص بحد ذاته هو ليس سهل طبعا، ويحتاج الى اخصائي لكي يمضي في هذه العمليه من البدايه الى النهايه. احنا عندنا مشكله كبيره انه المريض يتقلب من طبيب الى اخر، وهذا لا يعطي فرصه للتشخيص الصحيح. صحيح. لذلك التشخيص الصحيح يعتمد انه نعمل الأشياء كلها المتطلبة للتشخيص، وعند ذلك يصبح التشخيص ممكن. تمام. طيب دكتور على هل الإصابة بهذا المرض
ممكن يكون تنتقل وراثيا، أم هو بفعل رد فعل نفسي، أو ممكن بسبب الأطعمة الغير مناسبة؟ شنو السبب من بين ذولي الثلاثة؟ نعم، السبب هو يجب هناك أن يكون عامل وراثي، لأن هناك ناس يعني لا نجد عندهم هذه المرض، بس العامل الوراثي هو جزء بسيط جدا. طيب، هناك أيضا العامل البيئي، ما هو نوع الطعام الذي يأكله الشخص، هل يتحرك الشخص أم لا يتحرك، هناك الحياة فيها شد عصبي وعصبية وقلق أم لا، هذا عامل ثاني. هناك العامل الثالث هو عامل الطعام. إذا ثلاث عوامل مختلفة تؤدي إلى، إذا تفاعلت هذه العوامل وكلها موجودة، يتطور المرض من التهابات أو اضطرابات إلى مرض مزمن. نعم، حلو. هنا دكتور على سيرة الطعام، هل بعض الأطعمة ممكن أنه تجعل التهاب القولون التقرحي أسوأ، يعني من حالة إلى حالة أسوأ؟ أكو بعض الأطعمة ممكن، وشنو هذه الأطعمة؟ الطعام، شوف احنا في توجد آية في القرآن، فلينظر الإنسان إلى طعامه. الطعام مهم جدا، يعني اللي تأكله هو راح يأثر طبعا على كل شيء. بالتأكيد هناك أطعمة تؤدي إلى الأعراض وتؤدي إلى أحداث أخرى. من هذه الأطعمة مثلا الخبز الأبيض. الخبز الأبيض خطر جدا، يعني كل ما يكون الخبز الأبيض ليس فيه ألياف، الخبز الأبيض فيه سكريات كثيرة، أو قد يؤدي إلى السمنة، وقد يؤدي إلى أشياء أخرى في القولون. أيضا القولون أيضا يحتاج إلى مادة صلبة، مثلا الخضروات فواكه، الأطعمة المعالجة. لذلك أنا أنصح المرضى دائما بشراء الخضروات والفواكه المنتجة محليا، لأن الخضروات والفواكه التي تأتي من الخارج تعالج مواد كيميائية وتعالج بالأشعة. نعم، وهذه كلها خطرة جدا لتسبيب هذه الأمراض، التهابات القولون التقرحية. طيب دكتور علاء، خلينا ننتقل للجزء المهم وهو العلاج. شو وقت ممكن يكون العلاج بالدواء مناسبا، وشو وقت انه لزاما على الانسان يلجأ للعمليات الجراحية بعلاج القولون، يعني كحل اخير انه تكون العملية؟ نعم، العلاج هو بالبداية طبعا يجب ان يرتب مع طبيب متخصص في هذا المجال. لانه العلاج يتكون من تغييرات في الطعام، تغييرات في اسلوب الحياه، يسمى اسلوب الحياه. طبعا العلاج ايضا يتضمن انه بعد التشخيص انه يجب متابعه، يعني احنا لما نعمل نابور او مرئه يجب ان نعمل نابور متابع اخر، نعمل تحليل خروج في البدايه، يجب ان يكون تحليل خروج اخر لكي نقارن بينهم. فهذا العلاج، التداخل الجراحي قد يكون جزء من العلاج في بعض المراحل التي لا تستجيب إلى العلاج الطبي ولا العلاج بتغيير الطعام وأسلوب الحياة، قد يكون هناك حاجة للتداخل الجراحي. لكن قضية التداخل الجراحي وتوقيتها من القضايا الدقيقة جدا في هذا المجال والصعبة حتى في هذه الدول المتطورة. ولذلك الآن الاتجاه في العالم المتطور أنه هناك فريق متخصص علاج هذه الأمراض. حلو. هنا دكتور، يعني يمكن التخلص من هذا المرض يعني بعد العلاج إذا كان الدوائي أو الجراحي، لو هنا تبقى الأعراض أنه تأتي وتذهب للمريض؟ إذا كان المرض التهاب القولون العصبي فهو ممكن التخلص منه. أما إذا كان المرض هو مثلا كرون أو الالتهابات التقرحية فهو مرض مزمن، قد يختفي لكنه لا ينتهي، يعني هنا قابل للعودة مرة ثانية. إذا هو كان كرون أو تقرحات قابل للعودة مرة ثانية. طيب هنا دكتور، يعني عندي سؤال، قبل شوي حكينا عن القولون العصبي والمزمن، عن الأطعمة، هنا الكرون أيضا أكو أطعمة ممكن أنه تزيد من التقرحات؟ طبعا هو مثل ما قلت بالعدنة أنه إحنا نكثر من أكل اللحوم الحمراء، صح، أكثر من أكل الخبز الأبيض. شوف إحنا عندنا المائدة العراقية، يعني السلطة صحن صغير، واللحوم والرز والكربوهيدرات هي الصحون الكبيرة أكثرها، صح. إذا
شوف الطعام هو اللي ينصح به المتخصصين هو ان تكون بالعكس، السلطه والخضروات هي اللي تملا المعده، صح، ويكون اللحوم والكربوهيدرات اللي قليله، خبز ابيض قليله، هي مو راح تسبب التقرحات بحد ذاتها، لكنه البيئه في الامعاء راح تتغير، لانه في الامعاء في عندنا 4 كيلوات من البكتيريا المفيده، هذه البكتيريا يجب ان نعتني بها. هذه البكتيريا بيئه تتغير. اها جيد زين. طيب دكتور، في حال بقى الشخص المصاب بالقولون المزمن بلا استشارة طبيب وبلا دواء ولا تدخل جراحي، شنو هي تبعات هذا الإهمال؟ هذا أمر خطير جدا. طيب، أول واحدة من تبعاته أنه هذه الأعراض قد تكون نفس أعراض سرطان القولون. إذا تأخر اكتشاف سرطان القولون فهو يعني مميت، هاي أولا. ثانيا، كل ما تتأخر تشخيص، كل ما الأمعاء المتبررة تزداد، يعني بدل من 5 سنتيمتر مثلا تصير 20 سنتيمتر أو تصير 50 سنتيمتر، وبذلك عندما يكون تداخل الجراح نضطر أنه نقص حجم أكبر من الأمعاء، وهذا شيء يعني يؤثر طبعا على المستقبل وعلى على غذاء المريض. فلذلك يجب ان اللجوء الى الطبيب الاخصائي مبكرا. طيب دكتور، احنا متعارف يعني عندنا هنا او باي دوله انه اي شخص يتعصب او يمر بحاله نفسيه تشوف يزداد عنده القولون المزمن. هنا شنو الحالات النفسيه اللي يجب ان يبتعد عنها المصاب بالقولون المزمن تماما ونهائيا؟ هو طبعا يعني كل ما واحد يحاول يقلل من السيطرة على الأشياء المعصبة ويسيطر على تعامله مع الأشياء، لأنه إحنا الحياة تشوف فيها الحياة لازم بيها أشياء تعصب، لازم بيها أشياء تخلينا نحزن، لكنه كيف نتعامل معها؟ إذا تعاملنا معها بهدوء وسيطرنا عليها يعني لن يكون تأثيرها على جسمنا بنفس التأثير إذا أطلقنا لها العنان. فلذلك مثلا العلماء ينصحني أنه تشرب ماء، ترتاح، تغادر المكان اللي صار فيه، يعني تنرفزت فيه وتعصبت فيه، تحاول تعمل شيء أنت تحبه، مثلا تحب الموسيقى، تسمع موسيقى، تحب تصلي، تحب تشوف طبيعة، المهم تحاول السيطرة على هذا الوضع حتى تبرد، بعدين تبدأ تعالج الأمور بشكل أفضل إن شاء الله. ممتاز. طيب دكتور، على هواية من الأشخاص خاصة عندنا بالعراق كلش يلجؤون للمواد العشبية الطبيعية، أنت اليوم تؤمن بالحلول الطبيعية؟ لأن هواي الناس مثل ما ذكرت لك يلجؤون إلها حتى أنه ممكن تساعد وتخفف أعراض القولون، أنت مع أم ضد؟ لا مع ولا، هناك بعض الأعشاب أكيد هي يعني فيها فوائد، لكن من يستطيع ان يعرف فوائد هذه الاعشاب بدون وجود اختبارات طبيه وبدون وجود ابحاث علميه حولها؟ يعني البنسلين مثلا هو جزء مثلا هو ياتي من فطريات، لكنه لولا وجود بحث عنه واختبارات له لم نعرف تاثيره. هاي وحده. النقطه الثانيه انه بعض هذه الاعشاب مضره، فاحتمال تزيد في المرض. استخدام هذه الأعشاب بدون اللجوء إلى المعرفة الطبية أمر أعتقد يعني لا أنصح به تماماً. تمام. طيب دكتور، أكو أشخاص اليوم مصابين بالقولون المزمن لكن هم ملتزمين بدايت أو وجبات الطعام عندهم تكون كلش قليلة، يمكن بعض الأمراض خاصة اللي تخص المعدة أو الجهاز الهضمي يقول لك إنه الصيام المتقطع أو نتقلل وجبات الطعام هي أفضل إليك، فالمصابين بهذا المرض إذا كانوا ملتزمين بداية أو وجبات طعامهم تكون أو شيتهم قليلة، ممكن هذا الشيء يأثر عليهم؟ نعود إلى أنه موضوع علاج هذه الأمراض يجب أن يكون تحت إشراف فريق متخصص، في هذا الفريق المتخصص شخص متخصص بالتغذية. طيب. لأنه ما ينفع مريض قد يضر مريض آخر. الصيام قد يكون صيام تقطع قد يكون جيد لبعض المرضى وقد يكون مضر لمرضى آخر. صح.
التعامل بالأعشاب، مثلا بعض الأعشاب الطبية والأعشاب الطبيعية قد يكون جيد لبعض المرضى مضر لآخرين. إذا لابد من فريق متخصص، وهذا الفريق المتخصص قد يحتاج وقت حتى يسيطر على 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 المرض. فلذلك النصيحة هي أنه نلجأ إلى هذا الفريق المتخصص، وإن لم يكن لدينا هذا الفريق المتخصص فأنا أتمنى أن نخلق مركز أو ننشئ مركز لعلاج هذه الأمراض في العراق على بأسلوب متطور عالي جدا، يضاهي بل ربما يعني متطور جدا إلى درجة من أكثر من الدول الأخرى يعني في هذا المجال، ولدينا الإمكانيات هذا إذا تضافرت الجهود. حلو. طيب دكتورنا، على طاري العراق قبل شوي حكينا عن الامور النفسيه والعصبيه، ما شاء الله احنا عندنا الامور النفسيه والعصبيه حدث ولا حرج، لازمتنا 24 ساعه. هنا بحكم تماسك المباشر مع المرضى، هل العراق اليوم يمتلك نسبه كبيره من المصابين بالقولون ام نسب الاصابه طبيعيه مقارنه بغير بلدان؟ سؤال جيد، يعني احب اشكرك على السؤال، لانه فعلا انه في دول الشرق الاوسط هناك ازدياد مضطرد بنسبه امراض التهابات القولون العصبي وامراض التهابات القولون التقرحي كرون. نحن نملك بعض المعلومات ولكن نريد ان نجري ابحاث اكثر في هذا الموضوع، ولذلك ايضا هذه دعوه لزملائنا الاطباء انه نجري ابحاث اكثر في هذا الموضوع لمعرفه هذا السبب، لكنه بالتاكيد هناك ازدياد مضطرد في نسبة المصابين بهذه الأمراض. حلو. طيب يعني دكتور علاء، الأمان احنا جدا فخورين بيك ونشكر تواجدك ويانا، وبنفس الوقت احنا فخورين عندنا طبيب عراقي حتى لو ما كان مقيم بالعراق، بالتالي يكفي يحمي او يحمل اسم العراق. فحابين منك كلمة أخيرة او نصيحة لكل شخص اليوم يشاهدنا بخصوص مرض القولون العصبي المزمن، تفضل. شكرا لكم، والنصيحة الأخيرة اللي دائما انا انصحها ايضا لعائلتي في العراق ولإخواني، اكثر من شرب الماء. حلو. تجنب الخبز الابيض. نعم. يعني خبز الشعير افضل، خبز كل ما يكون مخلوط بالياف افضل. طيب. إذن والشيء الثالث الحركه، يعني اذا تقدر تاخذ مثلا تتمشى بدل ما تروح تاخذ السياره وازدحام وتوقف قبل الازدحام ساعه كامله، تتمشى هذا افضل للجسم. اذا الماء وتجنب الخبز الابيض والحركه، وشكرا لكم. احنا اللي نشكرك دكتور علاء الحصونه اللي كان اليوم ويانا ضيف عبر السكايب، واللي كان غني بالمعلومات اللي احنا استفادينا منها، واكيد كل المشاهدين واي شخص يعاني من القولون العصبي المزمن. شكرا لك دكتور علاء، واكيد احنا مستمرين وياكم. شكرا لك، واكيد احنا مستمرين وياكم مشاهدينا الكرام من بعد هذا المحور، فاصل ونتواصل بكل فقراتنا اليوم.